حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. أعود مع اتصال هاتفي مع دكتور خالد باطرفي الكاتب الصحفي السياسي. أنا وسهلا بك دكتور خالد. يعني هذا المؤتمر جاء بما وصف بالوضوح والشفافية والمصداقية، إذا ما الجديد في هذه النقطة بمثل هذه المؤتمرات؟ الجديد في الموضوع أننا الآن بنتعرف على أرقام دقيقة لأحوال البلد، للأنظمة الجديدة، للقرارات المستقبلية، لأشياء يعني تثبت أن القيادة تشعر بنبض الشارع وتشعر بهموم الناس. عندما ذكر معالي الوزير الدكتور ماجد القصبي أن القيادة تتألم للقرار الذي اتخذته بزيادة الضريبة المضافة، وأنها يعني أن هذا الموضوع سيتم مراجعته بعد انتهاء الجائحة. هذا مثال على الشفافية. أمثلة أخرى على الأرقام التي ذكرت فيما يتعلق بالإنجازات التي تحققت بعدد الأنظمة، 72 نظام تم تحديثه، 200 نظام تحت الدراسة، عدد الوزارات التي تمت إعادة هيكلتها أو تنظيمها، كل هذا شيء جديد علينا حقيقة وبدأنا نلحظه في السنوات الأخيرة. وأعتقد أن هذه من أركان الرؤية السعودية 2030، زيادة مستوى الشفافية والوضوح في التعامل مع المواطن، في التعامل مع القضايا، في كشف حتى أوجه المعاناة وليس فقط الإنجازات. نعم دكتور، يعني ربما أيضا كان ملفتا الخطاب الذي تحدث به أو اللغة التي تحدث بها معالي الوزير.